بسم الله، محاضرة اليوم إن شاء الله حنبدأ فيها في تشابتر جديد، تشابتر 5، From DNA to Protein, How cells read the genome. من الـ DNA حتى نصل إلى البروتين، كيف تتمكن الخلايا من قراءة الجينوم؟ When a particular protein is needed by the cell, the nucleotide sequence of the appropriate section of a long DNA molecule in a chromosome is first copied into RNA. عندما تحتاج الخلية لبروتين معين، ترتيب النيوكليوتيدات لجزء مناسب من الـ DNA موجود في الكروموزوم ينسخ إلى RNA. نسخ الـ RNA لهذه القطعة الصغيرة من الـ DNA تستخدم لتصنيع البروتين. لنرى الشكل معا ونشرح الشكل. الكروموزوم في داخله موجود سلسلة طويلة من الـ DNA. الـ DNA بيحتوي على المعلومات الوراثية. قطعة من هذا الـ DNA تسمى جين، إذن الجين هو عبارة عن قطعة من الـ DNA. هذا الجين يختص بتصنيع بروتين معين. عندما تحتاج الخلية لهذا البروتين، هذه القطعة من الـ DNA يتم عمل نسخ لها من DNA إلى RNA بعملية تسمى transcription كما سبق شرحها، ثم هذه القطعة من الـ RNA اللي تكونت يتم ترجمتها بعملية تسمى translation إلى بروتين، بالتالي بنحصل على البروتين اللي بتحتاجه الخلية. The flow of genetic information in cells is therefore from DNA to RNA to protein. بالتالي المعلومات الوراثية اللي موجودة في الخلايا تنتقل من الـ DNA إلى الـ RNA حتى يتم في النهاية تصنيع البروتين. All cells from bacteria to humans express their genetic information in this way. كل الخلايا ابتداء من البكتيريا اللي هي تعتبر بروكاريوت حتى نصل إلى الإنسان تقوم بالتعبير الجيني بهذه الطريقة. إذن الجين إكسبريشن سواء كان في البكتيريا أو في الإنسان بتم بنفس الخطوات تقريبا مع مع بعض الاختلافات ما بين البكتيريا والإنسان وباقي الكائنات الحية. Cells copy DNA into RNA. الخلايا بتقوم بنسخ DNA إلى RNA. هذه العملية a process called transcription. هذه العملية تسمى transcription. And then use this information. إذن تستخدم هذه ال information اللي موجودة في ال RNA حتى تصنع بروتين. هذه العملية تسمى translation. إذا مجموع هذه العمليتين transcription وtranslation تسمى gene expression. عندنا موجود جين في خلية معينة، عملية الجين expression تتم بخطوتين اللي هما في البداية transcription ثم translation حتى نصل للبروتين اللي بتحتاجه الخلايا. نشوف الشكل معا. هنا يوجد سلسلتين من الـ DNA في البداية في أول شكل، لو بدينا السلايد من الأعلى فالأسفل، DNA 2 strands زي ما احنا شايفين، في strand من 5 إلى 3 وstrand اللي تحت من 5 إلى 3 ولكن في الاتجاه المعاكس، لأنه دائما بتكون سلسلتي الـ DNA أنتي بارلل، كل واحدة في اتجاه. هذا الـ DNA بعد عملية الترانسكريبشن بيصير أو بيتكون عنا RNA، ثم يتم ترجمته الترانسليشن لإله لبروتين. هذه العملية اللي حنشرحها إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرة هذه والمحاضرة الجاية، بالتالي بنحصل على البروتين اللي بتحتاجه الخلية. الـ DNA لما يحصل له ترانسكريبشن أو عملية نسخ لا ينسخ لنوع واحد من الـ RNA، بل ينسخ إلى عدة أنواع من الـ RNA. في عنا المسنجر RNA أو mRNA، في عنا ريبوزومال RNA اللي هو يرمز له بـ rRNA،
وفي عنا نوع آخر اللي هو Transfer RNA tRNA. بيساعدوا هذه الأنواع كلها بتساعد في حصول العملية بالشكل المثالي. سيتم شرح كل دور كل واحد من هذه الـ RNA في المحاضرة القادمة إن شاء الله. كل واحد لهم فيه له دور حتى تتم العملية بشكل كامل. From DNA to RNA. Transcription and translation are the means by which cells read out or express their genetic instructions, their genes. النسخ والترجمة أو عملية الترانسكريبشن والترانسليشن هما العمليتين اللي بتعني كيف تقرأ الخلايا أو كيف تعبر جينيا عن التعليمات الجينية اللي موجودة فيها. إذن هذه العملية بشكل عام تسمى إكسبريشن أو عملية تعبير جيني أو كيفية الريد أوت القراءة لهذا الجين الموجود. عندنا جين موجود تتم عملية قراءة له أو عملية التعبير الجيني لهذا الجين بعملية النسخ وعملية الترجمة اللي هما ترانسكريبشن والترانسليشن. إذن الجين هو عبارة عن جزء من الدي ان اي، يتم نسخ وترجمة هذا الجزء بالتالي يعبر جينيا عنه. هنا بدنا نشرح نقطة معينة، هل إنه الدي ان اي القطعة هذه يتم عمل ترانسكريبشن لها فينسخ نسخة واحدة من الـ RNA؟ لا، أحيانا ينسخ أكثر من نسخة من الـ RNA. إذن many identical RNA copies can be made from the same gene. ممكن إنه نفس الجين يصنع لنا نسخ متطابقة من الـ RNA. نشوف الشكل هذا معا. هي عنا الجين A، تمت عملية ترانسكريبشن له إلى RNA، ولكن المنتج كان أكثر من RNA ولكن نسخ متطابقة. بالتالي لما يتم عملية ترانسليشن لهذه النسخ من الـ RNA المتطابقة يتم إنتاج كمية أكبر من بروتين معين. إذا منشوف الدوائر اللي باللون الأخضر مكتوب عليها A، هذه بترمز إلى بروتين. إذا في عنا كمية أكبر من البروتين مقارنة بالجين B اللي بعد عملية الترانسكريبشن عمل لنا نسخة واحدة من الـ RNA ثم ترجمتها إلى بروتين بكمية قليلة. بالتالي بنحكي انه many identical RNA copies can be made from the same gene. ممكن انه جين واحد يعمل اكثر من نسخة من الـ RNA، مش انه جين واحد يصنع لنا فقط نسخة واحدة من الـ RNA. ممكن في بعض الجينات انه جين واحد ولكن يصنع اكثر من نسخة من الـ RNA. Each RNA molecule can direct the synthesis of many identical protein molecules. كل RNA أو كل جزء من الـ RNA ممكن إنه يعمل لي synthesis أو يوجه تكوين عدة جزيئات من البروتينات متطابقة. إذا كل جزء من الـ RNA ممكن أن يوجه تكوين أو يساهم في تكوين عدة جزيئات من البروتينات المتقابلة زي ما المتطابقة. زي ما شرحنا قبل قليل انه ممكن جين معين يقوم بعملية الترانسكريبشن فينتج عنه اكثر من نسخة من الـ RNA، بالتالي من الطبيعي انه ينتج من النسخ الكثيرة المتطابقة هذه من الـ RNA بروتينات متطابقة، جزيئات بروتينات متطابقة وليس جزء واحد من البروتين بل عدة جزيئات من البروتينات متطابقة. كل خلية بتحتوي فقط على نسخة أو نسختين من جين معين مما يمكن الخلية من إنتاج كمية كبيرة من البروتين. إذن كل خلية تحتوي على نسخة واحدة
من جين معين أو نسختين من هذا الجين، بالتالي هذه إنه في عنا جينين مثلا، بالتالي بينتج بروتين بشكل أكبر. At the same time, each gene can be transcripted and translated with a different efficiency. ما معنى هذه الجملة؟ إنه كل جين ممكن إنه ينسخ ويترجم بفعالية بتختلف عن الجين الآخر. بالتالي الخلية ممكن أن تصنع كمية كبيرة من بعض البروتينات وكمية قليلة من بروتينات أخرى. إذا ممكن بعض البروتينات تصنع بهاي كوانتيتي وبعض البروتينات تصنع بسمول كوانتيتي حسب فعالية كل جين. إذا فعالية كل جين أو ما يسمى بمصطلح يسمى efficiency، فعالية كل جين بتختلف عن الجين الآخر. لو حكينا إنه جين معين هذا له high efficiency أو فعالية عالية، إذا ينتج high quantity، ينتج هذا الجين high quantity من البروتين. أما إذا كان الجين low efficiency لإله low أو الفعالية لإله low، بكون إنتاج البروتين small quantity أو كمية قليلة. كل ما زادت الفعالية لهذا الجين كل ما زادت كمية البروتين الناتج عنه. نرجع للشكل هذا تاني، عنوانه Genes can be expressed with different efficiency. الجينات ممكن إنها تعمل عملية التعبير الجيني ولكن بفعاليات مختلفة. إذا كل جين بتكون فعاليته بتختلف عن الجين الآخر. إذا لاحظنا مثلا هنا الجين A تم عملية نسخه وترجمته بفعالية أكثر من الجين B. جين A is transcripted and translated much more efficiently than gene B. إذا الإفشنسي له أعلى من الجين B. هذا بيجعل كمية البروتين A في الخلية أكثر من البروتين B، بالتالي البروتين A بتكون كميته أكثر من البروتين B. إذا لما نحكي إنه جين الإفشنسي إله عالية، إذا إنتاجه للبروتين عالي، وإذا كان الإفشنسي إله قليلة، إذا إنتاجه للبروتين قليل. A cell can change the expression of each of its genes according to the needs of the moment. الخلية ممكن إنها تقوم بعملية تغيير أو تنظيم التعبير الجيني لكل جين من جيناتها حسب الاحتياج اللحظي. في وقت معين ممكن إنه الخلية تنتج البروتين بشكل كثير بهاي كوانتيتي، وممكن في وقت آخر إنها تنتجه بكمية أقل لأنها بتحتاجه بكمية أقل. مثال خلال هضم الغذاء مثلا بيحتاج الجسم لعدة إنزيمات أو لعدة بروتينات، فحيصنع هذه البروتينات حسب الكمية اللي بيحتاجها الجسم لهضم كمية معينة من الغذاء. بالتالي لما نحكي حسب احتياجها اللحظي، إذا احتاج الجسم بروتين بكمية كثيرة بقوم بعملية إنتاجه بكمية كبيرة، إذا احتاجه بكمية قليلة بتم بإنتاجه بكمية أقل. Production of RNA, the first step in gene expression. عملية إنتاج الـ RNA هو أول خطوة في الـ gene expression أو التعبير الجيني. ماذا يحصل فيها أول خطوة في عملية الـ gene expression؟ Portions of DNA sequence are transcribed into RNA. أجزاء من الـ DNA تنسخ إلى RNA.
أول خطوة للخلية حتى تقرأ جين معين هو نسخ النيوكليوتيدات لهذا الجين إلى RNA بعملية تسمى ترانسكريبشن. طب ما الفرق ما بين الDNA والRNA؟ الRNA مثل الDNA هو عبارة عن بوليمر من أربع أنواع من النيوكليوتيدات ترتبط معا برابطة أو روابط تسمى فوسفوديستر بونز. الروابط ما بين النيوكليوتيدات في الـ RNA تسمى فوسفوديستر بونز. ما هي أنواع النيوكليوتيدات الموجودة في الـ RNA؟ سيتوسين، أدينين، يوراسيل أند جوانين. نشرح على هذا الشكل الفروقات ما بين الـ RNA والـ DNA. في الشكل A منشوف إنه نوعي السكر اللي بيدخل في تركيب الـ RNA والسكر الداخل في تركيب الـ DNA. في الصورة A منشوف إنه الـ RNA السكر اللي بيكون مكون من مكونات الـ RNA يسمى سكر الريبوز، لذلك سمي الـ RNA ribonucleic acid، هي اختصار لكلمة ribonucleic acid، سكر لأنه يحتوي على سكر الريبوز، إذن يسمى ribonucleic acid. بينما الـ DNA لأنه بيحتوي على deoxyribose أو سكر يسمى deoxyribose يسمى deoxyribonucleic acid اللي هو سكر ريبوز ولكن منزوع منه أكسجين. في الصورة B منشوف الفروقات في القواعد النيتروجينية. الـ DNA والـ RNA بيحتوى على نفس القواعد النيتروجينية ما عدا إنه الـ RNA بيحتوي على قاعدة اليوراسيل اللي هي غير موجودة في الـ DNA، أما الـ DNA بيحتوي على الثايمين وهو غير موجود في الـ RNA. في الشكل C منشوف سلسلة من الـ RNA تحتوي على النيوكليوتيدات سيتوسين، أدينين، يوراسيل، إجوانين اللي هي النيوكليوتيدات الأربعة اللي بتدخل في تركيب الـ RNA. الـ DNA 2 strands ولكن الـ RNA 1 strand، هو عبارة عن سلسلة واحدة. نشرحها بالتفصيل في السلايدز القادمة. الـ RNA differs from DNA chemically in two respects. الـ RNA اختلافه عن الـ DNA، أولاً النيوكليوتيدات the nucleotides in RNA are ribonucleotides. They contain the sugar ribose لذلك سمي ribonucleic acid. النيوكليوتيدات الموجودة في الـ RNA تعتبر ribonucleotides، يعني هي عبارة عن النيوكليوتيدات تحتوي على سكر الريبوز، بالتالي سمي الـ RNA ribonucleic acid، وهذا اختصار لكلمة RNA بدلا من ديوكسي ريبوز اللي موجود في الـ DNA. النقطة الثانية إنه الـ RNA بيحتوي على أدينين، إجوانين، سيتوسين، وبيحتوي أيضا على اليوراسيل بدلا من الثايمين اللي موجود في الـ DNA. الروابط ما بينهم بتكون هيدروجين بوندز. الروابط ما بين كل قاعدة نيتروجينية وقاعدة نيتروجينية أخرى هيدروجين بوند. إذن الرابطة ما بين قاعدة نيتروجينية وقاعدة نيتروجينية أخرى تكون هيدروجين بوند. بالتالي اليوراسيل بيكون مرتبط مع الأدينين بهيدروجين بوند، هذا في الـ RNA، ولكن في الـ DNA بيكون الثايمين مرتبط مع الأدينين بهيدروجين بوند. هذا فرق ما بين الـ DNA والـ RNA. الـ DNA الأدينين مع الثايمين بيرتبطوا بهيدروجين بوند، في الـ RNA الأدينين مع اليوراسيل بيرتبطوا بهيدروجين بوند. ثالث نقطة إنه الـ DNA always occurs in cells as a double helix double stranded helix بينما الـ RNA is single stranded. دائما الـ DNA موجود بشكل سلسلتين
ملفوفين حوالين بعض بنسميهم دبل ستراند هيليكس، أما الـ RNA بيوجد في سلسلة واحدة. السلايد هذا بيبين لنا الرابطة ما بين اليوراسيل والأدينين اللي هم 2 هيدروجين بوندز عندنا موجودين باللون البينك. فرق آخر ما بين الـ DNA والـ RNA إنه الـ RNA سلسلة الـ RNA تعتبر زي ما حكينا من شوية إنها single stranded، هي عبارة عن سلسلة واحدة. هذه السلسلة الواحدة ممكن إنها تلتف، ممكن إنها تعمل عملية fold up إلى عدة أشكال نشوفها مع بعض. هاي عندنا سلسلة واحدة من الـ RNA ولكن ملتفة، بنسميها fold into specific structures، بتكون بالالتفاف بشكل بأشكال معينة مشابهة للشكل هذا اللي احنا شايفينه. إذا الـ RNA molecules can form intramolecular base pairs. ما معنى intramolecular base pairs؟ زي ما بنشوف لما التف الـ RNA حوالين بالشكل هذا وأعطانا الشكل هذا، كانت القواعد النيتروجينية المتقابلة مناسبة لبعض، يعني الأدينين مقابله يوراسيل، الجوانين مقابله سيتوسين زي ما بنلاحظ في الشكل، بالتالي بيكون هذا الالتفاف، وأيضا بيكون القواعد النيتروجينية كل قاعدتين نيتروجينيتين مناسبين لبعض بيكونوا مقابل لبعض. intramolecular base pairs. هذا الشكل اللي أعطانا إياه الـ RNA مشابه للأشكال اللي كانت تتكون، إذا ذاكرين زي ما شرحنا في مساق الأحياء العامة، التفاف البوليبيبتايد تشين حتى تكون الشكل النهائي للبروتين. إذا هذا الالتفاف اللي بتكونه الـ RNA مشابه للالتفاف اللي كان يكون لنا إياه في سلسلة البوليبيبتايد بطريقة مشابهة للشكل اللي في الـ RNA. حكينا إحنا في مساق الأحياء العامة إنه البروتين بيأخذ شكل معين حتى يؤدي وظيفته. هذا الشكل اللي أعطانا إياه البروتين مشابه للشكل اللي أعطانا إياه الـ RNA عندما التفت سلسلة الـ RNA بهذا الشكل. الـ DNA لا يلتف بهذه الطريقة لأنه الـ DNA هو عبارة عن double stranded، هو عبارة عن سلسلتين ملفوفين بشكل معين، شكل يسمى هيليكس، بالتالي لا يشبه هذا الشكل اللي بيعطينا إياه الـ RNA. هذه تعتبر خاصية خاصة بالـ RNA إنه يعمل لنا يلتف الستراند بالشكل هذا، ولكن الـ DNA دائما بيكون double stranded هيليكس، سلسلتين ملفوفين بشكل هيليكس أو بشكل حلزوني. الـ RNA له قدرة أن يلتف بشكل ثلاثي الأبعاد أو زي ما موجود أمامكم يسمى 3-dimensional shape. الـ RNA له القدرة على أنه يلتف بشكل ثلاثي الأبعاد مما يجعله قادر على أن يؤدي وظائف في الخلية. لما يلتف الـ RNA بهذا الشكل بيعطينا شكل ثلاثي الأبعاد أو 3-dimensional shape مما يجعله قادر على أنه يعمل وظائف في الخلية، عدة وظائف بالإضافة لدوره في نقل المعلومات بين الـ DNA والبروتين. بينما الـ DNA وظيفته فقط information store، هو عبارة عن مخزن للمعلومات. الـ RNA chain produced by transcription. The transcript
therefore elongated one nucleotide at a time and has a nucleotide sequence exactly complementary to the strand of DNA used as the template. كيف تتم عملية النسخ للـ DNA؟ نبدأ نشرح على هذه الرسمة ثم نرجع للسلايد السابقة. الـ DNA هو عبارة عن 2 strands بهذا الشكل، كل قاعدة نيتروجينية تقابلها قاعدة نيتروجينية مكملة لها. يتم نسخ 1 strand من هذا الـ DNA إلى RNA. إذا منلاحظ إنه الستراند هو من 5 إلى 3، الستراند العلوي من الـ DNA يتم عمل نسخة له إلى RNA. القواعد النيتروجينية بتكون نفسها باستثناء الثيمين، بصير يوراسيل لأنه الثيمين خاص بالـ DNA واليوراسيل خاص بالـ RNA. خلينا نشرح هذه الجزئية. Transcription produced RNA complementary to one strand of DNA. عملية النسخ تنتج RNA مكمل لواحد من التو strands لل DNA. لما شرحنا على هذا الشكل أو بدينا فيه، الستراند العلوي من 5 إلى 3 زي ما احنا شايفينه، نسخ لستراند من 5 إلى 3 اللي هو RNA. هذا الستراند يحتوي على نفس القواعد النيتروجينية اللي موجودة في الستراند العلوي من الـ DNA. إذن الستراند اللي أنتج من الـ RNA بيحتوي على نفس القواعد النيتروجينية الموجودة في الستراند العلوي للـ DNA باستثناء إنه الثيمين صار يوراسيل. لو شفنا ترتيب القواعد النيتروجينية المنتجة، بتكون مكملة للستراند السفلي في الـ DNA. هذا الشكل بوضحها بشكل أوضح. في عنا 2 strands من الـ DNA، strand علوي وstrand سفلي، وهذا ترتيب القواعد النيتروجينية لهذه القطعة من الـ DNA. الـ RNA المنتج يسمى transcript. transcript الـ RNA المنتج، إذا منلاحظ تم عملية نسخ له للستراند العلوي من الـ DNA إلى RNA، فنلاحظ نفس القواعد النيتروجينية CCC تم نسخها إلى CCC ثم AGCCC إلى AGCC. تستكمل القواعد النيتروجينية لعند ما نوصل إلى الثيمين، بيكون يوراسيل فقط لأنه الـ DNA تمت عملية ترانسكريبشن له لـ RNA، بالتالي كل واحد بيحمل القواعد الخاصة فيه. أما الستراند هذا من الـ RNA المنتج هو مكمل للستراند السفلي في الـ DNA، لأنه السيتوسين يكمل جوانين، الأدينين يكمل الثيمين. إذن كل of the RNA in a cell is made by transcription, a process that has certain similarities to DNA replication. كل الـ RNA في الخلية يصنع بعملية الترانسكريبشن. هذه العملية مشابهة لعملية الـ DNA replication، وحنحكي إن شاء الله في السلايدز القادمة ما الفرق ما بين عملية الترانسكريبشن وعملية الـ DNA replication. الترانسكريبشن تبدأ بعملية الـ opening والـ unwinding لـ small portion of DNA double helix. تبدأ هذه العملية، البداية لإلها في هذه النقطة مشابهة لعملية تضاعف الـ DNA. إذن بتبدأ بإنها تفتح سلسلتي الـ DNA عن بعض، تعمل opening، وعملية unwinding اللي هي تفك لفات اللفتين سلسلتي الـ DNA عن بعض، ولكن بيقوم الفك هذا بيكون لقطعة صغيرة من الـ DNA. حكينا سابقا انه الجين هو عبارة عن قطعة صغيرة من الـ DNA،
بتم فقط الانوايندينج لهذه القطعه الصغيره من الدي ان اي حتى نشوف القواعد النيتروجينيه. One of the two strands of DNA double helix then acts as template for the synthesis of RNA. واحد من ال two strands من ال DNA بعد ذلك بكون كتمبليت أو كأساس حتى يصنع منه ال RNA. وزي ما حكينا هنا ال strand العلوي هو عبارة عن تمبليت أو أساس حتى يتصنع منه ال RNA. طب كيف بتقوم عملية تصنيع الـ RNA؟ يتم عملية إضافة النيوكليوتيدات الـ RNA واحدة واحدة حتى تتكون سلسلة من الـ RNA، وتكون هذه السلسلة من الـ RNA المتكونة مكملة لسلسلة من سلسلتي الـ DNA زي ما شرحناها على الشكل. إذا يتم نسخ ستراند من الـ DNA ينتج عنه RNA نسخة من هذا الستراند وبكون مكمل للستراند الآخر من الـ DNA كما شرح على هذا الشكل. Transcription differs from DNA replication in several crucial features. الترانسكريبشن بتختلف عن عملية الـ DNA replication في عدة نقاط حنذكرها إن شاء الله ونشرحها. في عملية المضاعفة أو عملية الـ DNA replication كان الستراند الجديد بيعمل هيدروجين بوند مع القديم كما نذكر في المحاضرة السابقة في شرحنا للـ DNA replication. الستراند القديم كان يعمل هيدروجين بوند مع الستراند الجديد حتى ينتج الـ DNA الجديد. هنا في الـ DNA replication تختلف عن عملية الترانسكريبشن. الترانسكريبشن بتم فقط على قطعة من الـ DNA وتفصل سلسلة الـ RNA المتكونة وبيرجع الـ DNA يتكون دبل هيليكس من جديد. نشوف الشكل هنا لمقارنة العمليتين بشكل أوضح، تذكر الـ DNA replication ومقارنته بعملية الترانسكريبشن. في الـ DNA replication هي عنا الـ DNA الأساسي اللي هو باللون البينك اللي هو الـ Old DNA، بتم عملية الريبليكيشن له بيتم إنتاج 2 strands، واحدة بتم عمل ستراند بلون غامق زي ما احنا شايفينه باللون الرمادي، هذا النيو ستراند. بالتالي الـ DNA المنتج بيكون ستراند من الـ DNA القديم وستراند من الـ DNA الجديد. هذا اختصار عملية الـ DNA replication. ولكن في الترانسكريبشن زي ما احنا شايفين في وسط الدائرة في عنا خط أسود غامق، هذه هي عبارة عن سلسلة الـ RNA المنتجة. خلينا نشرح الشكل الترانسكريبشن من البداية من اليمين حتى اليسار. بتم في البداية عملية unwinding للـ DNA molecule، بيقوم بفك لفات الـ DNA في منطقة معينة، منطقة صغيرة من الـ DNA بيقوم بفك لفاتها. ينتج الـ RNA بمجرد إنتاج الـ RNA زي ما احنا شايفين الخط الأسود الغامق، بمجرد إنتاج هذا القطعة أو السنجل ستراند من الـ RNA بيرجع الـ DNA لفاته بعملية تسمى rewinding of DNA molecule، إعادة لف سلسلتي الـ DNA على بعض. إذا في البداية بتم فك السلسلتين عن بعض، بمجرد إنتاج هذا الـ RNA يعاد الويندينج للـ DNA. تاني نقطة
لأنه بتم نسخ سلسلة واحدة من الـ DNA بكون الـ RNA مولكيول المنتج سنجل ستراند. إذا في عملية الـ DNA ريبليكيشن كان ينتج، كان القديم يكون DNA دبل ستراند والجديد يكون دبل ستراند DNA المنتج. ولكن في عملية الترانسكريبشن تبدأ بتو ستراندز من الـ DNA ولكن المنتج بيكون RNA وبكون سنجل ستراند. ثالث فرق ما بينهم إنه لأنه الـ RNA نسخ من منطقة معينة من الـ DNA إذن بيكون هذا الـ RNA المنتج أقصر من الـ DNA. إذن سلسلة الـ DNA بتكون سلسلة طويلة، الـ RNA المنتج بيكون زي ما احنا شايفين في هذا الشكل. مقارنة ما بين الـ DNA والـ RNA، الـ DNA بيكون سلسلة طويلة وبتكون دبل ستراندد، الـ RNA المنتج منها فقط قطعة صغيرة، بالتالي الـ RNA المنتج بيكون أقصر بكثير من الـ DNA. shorter than DNA. The enzymes that carry out transcription are called RNA polymerases. في عملية الـ DNA replication الإنزيم اللي عمل ساعد على هذه العملية كان يسمى DNA polymerase. هنا الإنزيم بيختلف، الإنزيم اللي بيقوم بعملية الـ transcription أو عملية النسخ تسمى هذه الإنزيمات RNA polymerases. RNA polymerases. الـ RNA هذه polymerases، هذه المجموعة من الإنزيمات اللي بتقوم بعملية الفورميشن للفوسفودايستر بوندز. حكينا إنه بتم إضافة الـ RNA النيوكليوتيدا نيوكليوتيدا حتى تتكون سلسلة الـ RNA، السلسلة القصيرة اللي حكينا عنها. بتم إضافة النيوكليوتيدات واحدة واحدة أو تكوينها واحدة واحدة، الروابط بتكون بينها هي فوسفودايستر بوندز. من المعروف إنه هذه الرابطة بتكون ما بين السكر والفوسفات اللي هو بكون أساس تكوين سلسلة الـ RNA. إذا بتكون الرابطة فوسفودايستر بوند، تتكون هذه القطعة من الـ RNA. إن نضيف قطعة قطعة والروابط ما بينها بتكون فوسفودايستر بوندز. الـ RNA بوليميريز بيتحرك خطوة خطوة على طول الـ DNA، بيفتح التو ستراندز عن بعض في منطقة معينة حتى بعملية زي ما حكيناها اسمها unwinding، بيفتح الـ DNA helix حتى يكون لنا سلسلة من الـ RNA. هذه السلسلة المتكونة من الـ RNA بتمتد من 5 إلى 3. خلينا نرجع للشكل اللي تم شرحه قبل قليل. هنا عندنا الستراند العلوي من 5 إلى 3، الترانسكريبت أو الـ RNA اللي تكون كان من 5 إلى 3، بالتالي الدايركشن بيكون من 5 إلى 3 للجروينج RNA chain. زي ما احنا ملاحظين أيضا في هذا الشكل الجروينج chain بتكون من 5 إلى 3، هذا هو اتجاه تكوينها. هذا الإنزيم بيستخدم الريبونيوكليوسايد ترايفوسفيتس اللي هم ATP CTP UTP GTP. A و C و U G هي اختصار لأدينين سيتوسين يوراسيل جوانين. روابطها بتكون عالية
بالطاقة، بالتالي تعطي طاقة بتقود هذا التفاعل. إذا حكينا إنه هذا الإنزيم الـ RNA بوليميريز بيساعد على تكوين الروابط تسمى فوسفودايستر بوند التي تربط النيوكليوتيدات معا. هذه الرابطة بتكون ما بين الفوسفات والسكر لسلسلة الـ RNA. الـ RNA بوليميريز بتحرك خطوة خطوة على طول الـ DNA، يبدأ في البداية بفتح التو ستراندز عن بعض في منطقة معينة حتى يصبح ستراند كتمبليت، ويكون الـ RNA المتكون. هذا الـ RNA المتكون الناتج بيكون مكمل لسلسلة أخرى من الـ DNA زي ما شرحت على هذا الشكل. نشوف الشكل هذا ماذا يعني. هذه صورة لعملية الترانسكريبشن كما تم رؤيتها تحت الإلكترون مايكروسكوب. بعد الإلكترون مايكروسكوب شفنا هذا الشكل لعملية الترانسكريبشن أو عملية النسخ. في عنا خيط أو ستراند غامق اللون وطالع منه تشعبات صغيرة. هذه التشعبات الصغيرة هي عبارة عن الـ RNA، أما الجزء الستراند هذا الغامق بكون هو الـ DNA. الإطلاق الفوري للـ RNA من الـ DNA بمجرد تكونه يعني أنه تم نسخ عدة نسخ من الـ RNA. ممكن أنها تكون هذه النسخ من نفس الجين، بالتالي بتتم العملية في وقت قصير. إذا هذا الـ immediate release للـ RNA strand من الـ DNA، معنى إنه صنعت عدة نسخ من الـ RNA من نفس الجين. يعني عندنا جين معين تم إنتاج عدة نسخ من الـ RNA من هذا الجين كما نراها في الشكل، بالتالي يتم إنتاج عدة قطع من الـ RNA في وقت قصير. العملية عمليا بتتم إنه يتم تكوين RNA التالي، عادة بيبدأ قبل أن ينتهي تكوين الـ RNA الأول. إذا لو عندنا مثلا قطعة تكونت من الـ RNA، هذه القطعة من الـ RNA قبل بتتكون، قبل ما تنتهي تكوينها هذه القطعة رقم واحد تبدأ تكوين القطعة رقم اثنين، وقبل انتهاء تصنيع القطعة رقم اثنين بتبدأ عملية تكوين القطعة رقم ثلاثة، وبالتالي يتم إعداد أو إنتاج عدة نسخ من الـ RNA من هذا الجين اللي موجود عندنا. عندنا جين معين اللي هو عبارة عن قطعة من الـ DNA، بينتج هذا الجين عدة نسخ من RNA زي ما شايفينها في الشكل، عدة تشعبات من الـ RNA من قطعة من الـ DNA. قبل انتهاء تصنيع أول قطعة بيبدأ تصنيع القطعة الثانية، بتتم هذه الطريقة بشكل سريع. كما شرحنا سابقا الـ DNA بوليميريز بيحتاج إلى برايمر حتى يبدأ العمل، ولكن الـ RNA بوليميريز بيبدأ عمله بدون أنه يحتاج إلى برايمر. إذا ذكرين في عملية الـ DNA replication لما حكينا عن إنزيم الـ DNA بوليميريز، حكينا أنه هذا الإنزيم لا يعمل إلا أنه يبدأ تكوين قطعة من الـ RNA تسمى برايمر عن طريق إنزيم يسمى برايميز.
لما يشوف إنها القطعة هذه تكونت بيبدأ عمل الـ DNA بوليميريز. الـ RNA بوليميريز اللي موجود في عملية الترانسكريبشن لا يحتاج حتى يبدأ عمله إلى برايمر، إذن ممكن إنه يبدأ عمله without a primer. إذن الـ RNA بوليميريز ممكن إنه يبدأ سلسلة الـ RNA بدون برايمر، هذا فرق ما بينه وما بين الـ DNA بوليميريز. نقطة أخرى إنه الـ RNA لا يستخدم كشكل لتخزين دائم للمعلومات الوراثية في الخلية. إذن الـ RNA is not used as the permanent storage form of genetic information in cells. لا يستخدم كشكل تخزين دائم للمعلومات الوراثية. دائما بنحكي إنه المخزن للمعلومات الوراثية هو الـ DNA، هذه خاصية أو صفة خاصة بالـ DNA لا تنطبق على الـ RNA، لأنه الـ DNA هو مخزن المعلومات الوراثية في الخلية. خلينا نشرح بشكل مختصر للي شرحناه اليوم بشكل مقتضب حتى نكمل الشرح إن شاء الله في المحاضرة القادمة لهذه الجزئية لتشابتر 5. عندنا ببساطة 2 strands من الـ DNA. هذه الـ 2 strands بتم عملية transcription لها. الستراند العلوي زي ما انتم شايفين هو نفس الستراند الناتج اللي سمي الترانسكريبت اللي هو الـ RNA، نفس القواعد النيتروجينية نسخت، لذلك سميت عملية الترانسكريبشن عملية نسخ لهذا الستراند بنفس القواعد النيتروجينية، نفس ترتيب القواعد النيتروجينية، ما عدا انه قطعة الـ DNA بتكون ثايمين بينما قطعة الـ RNA بتكون يوراسيل. هذا الفرق ما بين الاثنين فقط. هذه القطعة المتكونة من الـ RNA بتكون مكملة للستراند السفلي في الـ DNA، زي ما احنا شايفين السيتوسين يكمل جوانين، الأدينين يكمل ثيمين، وهكذا على طول السلسلة. شكرا لكم.